ان شاء الله. ان شاء الله. فدي موجوده كتير في الدوري المصري. لما تتفرج على الدوريات لحظه تاريخيه يا كابتن اسامه. طبعا استاد عالمي ولحظه تاريخيه للنادي الاهلي فوق الرائعه. طبعا اكتر طبعًا من رائعه. طبعا طبعا نتمنى قطر هتنظم كاس العالم 2022، فطبعا واضح الاستاد شكله ايه. طبعا حاجه مفخره النادي الاهلي يكون في وسط الحدث دوت زي ما معودنا دايما يعني. نتمنى ان يكون فيها الخير ان شاء الله ان شاء الله النهارده. فانا بقول لك انه الدوري المصري في التحفظ الدفاعي في ماتشات كتيره جدا بيبقى موجود. الدوريات في الخليج حتى في السعوديه في قطر في الامارات اللعب تملي مفتوح قوي، يعني هتلاقي معظم الماتشات بتاعتهم ممكن تلاقي نتائج كبيره جدا 4-3-5 يعني. حتى هم نتائجهم هم جايبين 36 جون وعليهم 21 جون، بتلاقي بيكسبوا 8 وبيكسبوا 6 وبيكسبوا 5 وممكن يتغلبوا 3 و4. فالمساحات كبيره قوي. هم كانوا بيلعبوا 4-2-3-1. لما جابوا اولونجا ده اللي هو المهاجم راس الحربه ده هداف الدوري الياباني السنه اللي فاتت لازم يلعب، وعندهم المعز علي. المعز علي هداف اسيا وراجل مهم جدا. فالراجل بقى محتار كمان انه يلعبهم هما الاثنين قدام ولا يلعب واحد فيهم على الجنب عشان يبقوا ثلاثه مع دودو ومع ادميلسون، فنص الملعب فاضي. فانا ما اعتقدش دي هتعمل له مشكله شويه ان هو عايز يشارك كل الناس دي، اعتقد انه هيلعب بنفس الاسلوب بس ومش هيبقى في يعني مش هيبقى في يعني يلعب ممكن يلعب ممكن يلعب هو لعب 4-4-2 بقاله مباراه واحده. أيوة. اللي هي مباراه السعد. كابتن عادل بعد اذنك من كلامك كابتن اسامه هنروح لمراسلنا في فروع النادي الاهلي الثلاثه نشوف ايه اخبار الاجواء.